مرحبا شيف. مرحبا. زي ما تعرف مطبخ شيف كل يوم يجمع الأمهات عشان يشاركوا أسرارهم وخبراتهم، واليوم جاء دورك تستفيد من هذه الخبرات. أول شيء مد يدك، عندك 4 ثواني تختار 4 نصايح وانت مغمض عيونك، والآن اللي عليك إنك تعمل طبق من نصايح أمهات مطبخ شيف كل يوم، وكل نصيحة تستخدمها في طبقك تحصل فيها على نقطة. جاهز شيف؟ جاهز. معكم شيف مناف من المغرب. اليوم غادي نقدم لكم ساندويتش عباره عن طبقات من الخبز المحمص بجبنه بوك شرائح، وهذه الفكره ديال الساندويتش استوحيتها من مطبخ الامهات كل يوم. اول حاجه غادي نستعمل الهريسه طماطم، عندنا شرائح ديال التفاح، شرائح ديال البصل الرقيقه، عندنا مايونيز وخردل، ومن بعد في الاخير شرائح جبنه بوك، وعندنا قطع من الخبز المحمص. اول حاجه غادي نبداو بالخبز المحمص، الخبز البيت، وهذه النصيحه خديتها من مطبخ شاف كل يوم. دونك اول حاجه غادي ناخذوا القطعه ديال الخبز، غادي ناخذوا الهريسه ديال الطماطم، غادي نديروها من الوجه الاول. من بعد غادي ناخذوا شرائح ديال الطماطم فريش، عطينا نكهه احسن. غادي نزيدوا عليها شرائح ديال الخيار المخلل، نزيدوا شريحه واحده ديال البصل رقيقه. وثاني نصيحه اليوم هي طريقه ديال تقطع ديال البصله، اللي قطعتها على جوج وخليت لها الراس باش نحافظوا عليها مده طويله، وهذه النصيحه من طبيعه الحال من مطبخ شاف كل يوم. باستعمال جبنه بوك اللي هي جبنه غنيه بالحليب وبالكالسيوم، واللي صراحه كتفيد للاطفال الصغار. والنصيحه الثالثه اليوم نستبدل الخيار بالتفاح، اللي ما فيه من حلاوه واللي كيعجب الاطفال، وفيه حتى هو نسبه ديال الكالسيوم. وهذه هي النصيحه الثالثه من مطبخ شاف كل يوم. من بعد غادي نزيدوا واحد الصلصه اللي عملتها من التفاح والجوز باش نزيد للساندويتش قيمه اكثر وبروتينات اكثر. كاين واحد النصيحه اللي طلعت لي الرابعه بالنسبه للخبز، اللي هو خص نحمصه في المقلايه مع الزبده، ولكن مادام انه عندي ساندويتش بارد ما غاديش نستعمله، وغادي نخسر نقطه. وبصحة وراحة.